ورجعنا لحضراتكم تاني. ومين في البيت ومين في العيلة ومين في كل مكان ما يشغلوش فكرة التعليم؟ التعليم ده الحدوتة اللي قايمين نايمين صحيين فيها، وكله بيدي دروس خصوصية، وكله عايز ولاده يطلعوا الأول على المدرسة، وحق مشروع وحق كل إنسان إنه عايز يشوف ابنه أحسن إنسان في الدنيا. أولى ثانوي السنة دي كانت صداع صداع صداع. أولى ثانوي السنة دي كانت مشكلة المشاكل، رغم إن هو الوزير قال إن كله هينجح ومفيش حد كده كده هيسقط. يعني بتوع أولى ثانوي السنة دي من المؤكد إن 100% هيبقوا في تانية ثانوي السنة الجاية، فما فيش مشكلة. لكن الأهالي برضو كانوا زعلانين، وعيالنا مش واخدين على كده، وعيالنا متضايقين، والتابلت النهاردة مش شغال، والشبكة واقعة، والإنترنت وكانت قصة كبيرة جدا أهي خلصت والحمد لله. نسأل النهاردة عن تقييم هذه التجربة، ونسأل عن تغيير في منظومة التعليم في الفترة اللي جاية. بتمنى أسمع يعني صوت حضراتكم كمان في التليفونات شوية كده، تبقى قدام حضراتكم على الشاشة اللي حابب يسأل واللي حابب يشاركنا الرأي. اسمحوا لي في البداية أرحب بضيفي اللي بيشرفني، الأستاذ سامي فهمي، رئيس قسم التعليم ونائب رئيس تحرير جريدة الأهلي. أهلا بحضرتك أستاذ سامي. أهلا بيك، صباح الخير. طبعا نور منورنا. صباح كل المشاهدين يعني. تيجي. يعني تقييم حضرتك في البداية لموضوع التابلت اللي هو كان في أولى ثانوي ده. حقيقة الأمر يعني موضوع التابلت عمل أزمات كتير ومشاكل كتير جدا. طبعا ده كان اتجاه لأن احنا ندخل اتجاه الدولة أن هي تدخل التكنولوجيا في التعليم. طبعا ده اتجاه كويس، حتى يعني التكنولوجيا دخلت في حياتنا سواء أردنا أو لم نرد. طبعا. حتى في الصحافة أصبحت الصحافة صحافة رقمية. طبعا. فده الفيسبوك عطل امبارح، كانت مشكلة المشاكل. فدلوقتي يعني حتى الصحافة اللي بتعتمد على الورقة والقلم ما بقتش تعتمد على الصحافة الرقمية. فده كان شيء مهم، ولكن المشكلة اللي حصلت في مصر إن احنا بدأنا هذا الموضوع تحت ضغط تسريب الامتحانات. يعني كانت الدوافع الأساسية لعمل هذا التطوير ان كان في تسريب في الامتحانات لعدة سنوات ورا بعض، وتشاومينج والصفحات اللي هي بتسرب الامتحان. فكان التفكير انه طب احنا نواجه ده، ما كان في يعني عدم قدرة على مواجهة التسرب ده، فكان الحل البديل التابلت. ولكن تم تحت ضغط التسريب، وطبعا يعني التسريب ده حاجة تنال من الأمن القومي المصري طبعا. يعني التسريب ده حاجة خطيرة جدا، فتم بشكل متسرع وبدون إعداد كامل، فده ترتب عليه أن الطلبة واجهوا مشاكل وأولياء الأمور اشتكوا. حضرتك بتقول أنه النتيجة 100%، طبعا نتيجة الترم الأول على فكرة 100%، ونتيجة الترم الثاني 91.4 وبعد الامتحان الملحق هينجح. وبعدين مفيش حاجه اسمها امتحان هينجح، هتبقى 100%. أيوه. طب شوف بقى حضرتك حتى في الوزاره الناس زعلانه ليه؟ زعل الناس ده معناه ايه يا استاذ؟ معناه انه في وعي عند الناس، يعني الناس مجرد النجاح لا يكفيها، هي عايزه تشعر ان اولادهم اتعلموا. عايزه يعني عايز ابني يروح الامتحان يجي يقول له انا امتحنت، مش يجي يقول السيستم وقع وما امتحنتش النهارده، بيتصدم. يعني دي حاجه في المصريين، احنا اصلا مش واخدين على فكره. اروح الواد يقول لي السيستم وقع، سيستم ايه يا حبيبي؟ انت جبت حليت السؤال الاولاني ازاي؟ عملت ايه في علل؟ عملت ايه في اختار؟ في وصل؟ يعني خلاص. هي دي الحاجات اللي احنا تربينا عليها جيل ورا جيل. فجيت جاي النهارده تقول لي السيستم والابلكيشن واللي ما مش فاهم. اوكي، هو لو السيستم شغال كويس والطالب ادى الامتحان هيرجع يقول لي والده انا حليت وفتحت وجاوبت وكله. ولكن المشكله انه الوزارة بتتكلم عنها ان الناس مستاء، ده تعبير عن وعي الناس طبعا. صحيح. وتعبير على رغبة الناس الحقيقية ان هي تقدم اولادها يتعلموا تعليم كويس. يعني استاذ سامي، احنا تسرعنا في ان احنا نطبق النظام ده. ده مؤكد يعني البنية الأساسية غير جاهزة تكنولوجيا. انت تعرف حضرتك انه في الترم الاول تم الغاء الامتحان التابلت. ايوه طبعا. وبعد يومين من السيستم وقف اليومين الاولانيين، كان في 25 مارس، وشيل الماده دي وحط الماده دي. رئيس مجلس الوزراء عمل اجتماع مع الوزير وحصل اجتماع وتقرر عدم اجراء الامتحانات ورقيا، هيتعمل ورقي. في الترم الثاني كان جزء ورقي وجزء تابلت. في الملحق او المحاوله الثانيه اللي ورقي. هي تبدا 14 يوليو كله ورقي. 14 يوليو ورقي. ايوه ورقي. طب دي شغلانه منيله يعني ازاي يعني حته ورقي وحته رقمي شغلانه؟ هو ده نتيجه التسرع في التطبيق
دودة توفير يعني، كمان تدريب المعلمين على النظام يعني. أنا مدرسين بسألهم، وعلى فكرة يعني إحنا بنسأل مدرسين بنسأل الطلبة طبعا، مدرسين نفسهم مش عارفين، يقول لك احنا دربنا مش عارف كذا الف واحد، ودربنا مدرس داخل هو مش عارف يتعامل مع هذا الموضوع. موضوع اولا انت بتعامل مع اكتر من 500,000 طالب، بتعامل مع اكتر من 2000 مدرسة فيها فصول ثانوي يعني، بتعامل نوعيات مختلفة من التعليم، كانت محتاجة اعداد اكثر دقة واكثر اجتهادا. طب هي بالنسبة للمعلم يعني، انا بصراحة انا لو معلم يعني، لو انا مدرس يعني هبقى يعني، لو بتعلم السيستم الجديد ده هبقى بتعلمه من غير نفس. ليه بقى اتعلمه من غير نفس؟ اول حاجة انا اتعودت مثلا بقى لي 20 سنة بقول اني برسم للعيال الخريطة لو انا مدرس جغرافيا، بقول في الكيمياء بكتب مش عارف H2O زائد SE مش عارف، اتعلمت اعمل كده وبعلم العيال كده من زمان. فدي حاجة. تاني حاجة انا بتعلم نظام جديد هيقطع عيشي. خلينا نتكلم بمنتهى الصراحة يعني، انت النهاردة بتديني نظام جديد سيستم جديد عشان ما فيهوش دروس خصوصية، فهيبقى في مشكلة. فهل دي فعلا مشكلة من ضمن المشاكل ولا لا؟ شوف يعني 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 انا ما بحبش بصراحة يعني، ما بحبش سوء الظن بفئات المجتمع عموما يعني. انا مدرسين، انا بصراحة مدرس اعرفه شخصيا كان يعني مبسوط جدا، رغم انه طبعا كل اللي حضرتك بتقوله ده صحيح. أيوة. صحيح. وقال لي ده هيقضي على الدروس الخصوصيه لو اتطبق صح. أيوة. يعني لو اتطبق صح هيقضي على الدروس الخصوصيه، وهو بيدي دروس خصوصيه، ولكن كان يقول لي انا حاسس النظام ده لو اتطبق صح، وانا مش مهم الدروس. المواطن المصريين فيهم حته ان هو لما يلاقي مشروع هينجح، ها هو مصالحه الشخصية هتتوارى في الخلفي شوية، يقول لك انا عايز ينجح. يعني هو ده عكس الطبيعة الانسانية بشوية مع في استاذ سامي يعني. يعني يعني احنا لينا قرايبنا ولينا اصدقائنا كل ما فيش يعني حامل. لا مش عكس الطبيعة الانسانية قوي، لان هو دلوقتي ما هو ده بينعكس على اولاده. انت مش واخد بالك. تمام. ما هو بينعكس على المجتمع. تمام. وبعدين المدرس اصلا لما بيلجأ للدروس الخصوصية نتيجة انك انت من النواحي المادية هو مش مثلا يعني المفروض ان دعم المدرس ماديا اكتر وياخد مرتبات احسن نتيجة مجهود. فهو مع على مدار سنوات طويله 30-40 سنه وقع في فخ الدروس الخصوصيه بلا فكاك. لكن لما يلاقي في اصلاح، وانت طب ماشي، طب ما تعمل اصلاح التكنولوجي ده مع اصلاح احوال المعلمين شويه عشان خاطر هيأثروا بالدروس الخصوصيه. انا قصدي اقول لحضرتك انه هناك البعض، مش هقوله كل، ما بيلاقي الدنيا بتمشي بيقول لك كويس. طب ما يعني عشان كده انا بحاول اجيبها لحضرتك واحده واحده. ليه؟ لان النهارده الوزير مظلوم، لان في مافيا بتحاربه، سواء دروس خصوصيه وكتب خارجيه بتتعمل بالمليارات، بيزنس كبير جدا موجود في مصر اسمه الكتب الخارجيه، ولا لا هو المشكله عند الوزير وهو استعجل في تطبيق هذه المنظومه وهو يتحمل هذا كله. في كل الاحوال قد يكون هناك مستفيدين من الواقع، من الوضع الحالي يعني. المستفيد من الوضع الحالي ممكن يعمل مافيا ويعمل عصابات ويعمل كل حاجه، اوكي ماشي يعني، انا مش هنقول لا، بس في النهايه هم اللي وقعوا سيستم؟ لا. هم اللي ما خلوش الطلبه تمكنوا اداء الامتحان؟ لا. هم اللي عملوش الحاجات ديت؟ الحاجات دي كانت بفعل يعني المشروع ذاته، يعني هو المشروع ذاته بينطوي على ثغرات. طب وحد يبقى هقول لحضرتك يعني مش هم اللي عملوا الحاجات اللي هي ادت للنتائج؟ حد يقول لحضرتك وزاره التعليم مالها ومال السيستم؟ ما هي في وزاره اسمها وزاره الاتصالات، اكيد هي اللي وافقت ان هي يتم عمل منظومه التابلت، وهي المفروض توفر الانترنت. تمام. في القرى والنجوع وفي كل حته. لما حصلت المشكله في الترم الاول رئيس الوزراء اجتمع مع وزير الاتصالات ووزير التعليم. تمام. الجانب التكنولوجي ده مش مختص بوزارة التربية، ولكن وزارة التربية والتعليم أو وزير التعليم كرجل سياسي هو صاحب القرار واللي بيتعرض عليه، دول هيبقوا يعني أشياء مساعدة بالنسبة له أنه هيعرضوا عليه المشروع. هو بياخد القرار السياسي بالتطبيق أولا، تطبيق المشروع في حد ذاته. ثم أنه المسؤولية، مش هقول لحضرتك بقى مسؤولية التعليم ولا الوزير يعني، ليس هجوم ولا دفاع على الوزير، ما هي مسؤولية الحكومة كلها. عشان كده رئيس الوزراء عمل اجتماع ساعتها. طيب. مع الوزيرين، يعني هي مسؤوليه الحكومه مسؤوليه الدوله. طب يا استاذ سامي، احنا عايزين نفهم من حضرتك وحضرتك متخصص في هذا يعني الملف، احنا المشكله كمان مش في الناس اللي عمال تقول مشكله في اولى سنه والمشكله في الاساتذه، المشكله جايه السنه الجايه والسنه اللي بعديها. الطلبه اللي امتحنوا بالتابلت دول المفروض ان هم هيكملوا بالتابلت ويخلصوا ثانويه عامه بالتابلت. تمام. هيعملوا ايه بقى؟
هيعملوا ايه؟ اول حاجه السنه الجايه مفيش تابلت، لا التانيه ثانوي مفيش كتب، مفيش يعني حاجه جديده السنه الثانيه، يعني الثانيه مفيش كتب، مفيش كتب بقى دراسيه خلاص، مش هتطبع لي اكتر، مش هتطبع له كتب بقى، ما هو السنه طبع له كتب لان التابلت سلم متاخر في شهر فبراير السنه دي، فاداله كتب، دلوقتي هو مش هيديله كتب تمام، واللي داخل اولى ثانوي مش هيديله تابلت عشان مفيش اعتمادات تاني. يا نهار اسود، ما هو يعني احنا ما كده يعني ازاي ده كده يعني عك العك يعني, يعني سمك لبن تمر هندي، ما اقدرش يعني السنه الجايه عشان ما فيش اعتمادات ماليه، فهم الدفعه دي لما تسلم التابلت في ثالثه ثانوي بعد ما تخلص ثالثه يرجعوه بقى تاني ياخد لفه كمان، يعني ياخد دوره تاني، فاللي هم دول هيتنقلوا للسنه تانية. هو بقى اقول لحضرتك النظام الجديد اللي كان الوزير اعلن عنه، مش اللي كان جديد، مش اللي كان اعلن، هو النظام اللي هيتطبق على الطلبه اللي هم داخلين تانية ثانوي. ايه هو النظام؟ انا مش فاهم الصراحه. لا هو النظام الجديد اللي اعلن عنه الوزير اواخر السنه اللي فاتت كان بيقول ان الثانويه العامه، على فكره اخر دفعه في النظام القديم اللي هي سنه ثالثه السنه دي، اللي امتحنوا خلاص خلص بالظبط كده خلاص تمام. اللي داخل بقى سنه تانية ده هيبقى ايه؟ لا في سنه كمان اللي هو داخل ثالثه السنه الجايه، يعني سنه تانية دي محسوبه دي اول إيه؟ دفعه جديده، دي الدفعه الجديده دي محسوبه اللي هي من اولى ثانوي السنه دي، محسوبه ان هي تدخل جامعه ولا ما تدخلش؟ دي بقى النظام الجديد. طيب يعمل ايه بقى اللي داخل ثاني ثانوي؟ إيه؟ المفروض النظام الجديد ده كان هيتعمل 12 امتحان على مدار الثلاث سنين، اللي هم الدفعه اللي كانت في اولى، اللي هي الدفعه دي تمام، اولى سنه وثانيه سنه، كل سنه اربع امتحانات، اربعه واربعه واربعه 12 امتحان، يتاخد كل سنه يتاخد نتيجه امتحانين اعلى نتيجه، يعني انت بتمتحن الفيزياء في الترم الاول وتمتحنها في الترم الثاني، الدرجه اللي جبتها اكتر هتتحسب لك، زي كان ايام انا لما كنت في ثانويه عامه نظام التحسين ده سنه كام؟ ايوه نظام التحسين ايه ايام دكتور حسين كان حسين كامل بهدي طبعا هو اللي عمل التحسين فنظام التحسين ده كان نمتحن الامتحان اربع مرات حتى وياخدوا فيهم اعلى درجه، دول بقى امتحانين، يبقى كل سنه في امتحانين في الترم الاول وامتحانين في الترم الثاني، اربع امتحانات هناخد نتيجه اعلى امتحانين في كل سنه، كذلك سنه ثانيه وسنه ثالثه تمام، ونعمل مجموع تراكمي، هو ده اللي دخل الجامعه. اللي حضرتك بقى لازم تعرفه او الساده المشاهدين اكيد هم الناس يعني طبعا متابعين، سنه اولى السنه دي الوزير انا هعملها تجريبي، يعني نخليها نجرب فيها النظام، ماشي بس يعني مش محسوبه السنه الجايه، مش تجريبي يعني خلي بقى بس كده، السنه الجايه ان شاء مش الله مش تجريبي بقى ان شاء الله، وده المتوقع السيستم وقع ايه اللي هيحصل؟ لا دي تبقى ازمه كبيره جدا، دي ساعتها يعني انا مش بقول يعني ايه، يجب اعاده النظر بقى في اداره وزاره التربيه والتعليم، يعني لو حصل، لانه المفروض بقى خلاص السنه دي الوزير قال تجريبي مش هتتحسب. وهي فندم ما هي لو حصل حتى إعادة نظر وتم تغيير الوزير مثلا او يعني اي شيء، طب ما هو في الاخر اللي شايل الطين، انا معلش انا بحب اتكلم بلسان الناس، يعني اللي شايل الطين الطالب واهله، يعني اللي هيعمل ايه، يروح فين ويجي منين، يعني الطالب راح عنده ثانويه عامه درجته في الاخر هتدخله كليه الطب او هتدخله معهد سنتين ومعلش ما نجحش وما جابش مجموعه عشان السيستم واقع، انا مالي السيستم واقع بالظبط، هتبقى دي مسؤوليه الدوله ساعتها طبعاً. ويجب انه يعني تتبحث المسائل دي دلوقتي ويتم التاكد تماما انه العام القادم في ثانيه ثانوي لن يسقط السيستم مره اخرى، ودي الحقيقه حاجه بتحطها الشكوك، يعني مش واضح ان ده الموضوع هيمشي تمام. لكن طلاب اولى ثانوي احنا عايزين ناكد تاني ان هم كلهم السنه دي هينجحوا بنسبه 100%، ده المتوقع يعني مفيش سقوط زي ما الوزير قال، يعني المفروض ان السنه دي كمان كانت تجريبيه للنظام الجديد اللي احنا قلنا عليه، ما كانتش تجريبيه ولا حاجه، ليه؟ لانه حسب الوزير ما قال ما اتطبقتش، يعني الوزير النظام اللي قاله ما اتطبقش السنه دي، يعني على سبيل المثال مش احنا بنقول امتحانين في الترم، ده الامتحان الثاني اللي هو 14 مايو 14 يوليو اللي هو السبيل ملحق، يعني هو في النظام الجديد ما كانش ملحق، كان الامتحان الثاني، يعني حضرتك دخلت الامتحان الاولاني اللي هو كان في مايو تخش التاني كمان بصرف النظر عن الدرجه اللي انت جبتها في الدور في الـ في الـ في, الـ في الامتحان الاولاني. أيوة. عشان تاخد لك اكبر درجه. بقول لحضرتك هو ده حصل في مصر؟ حصل. لا انا مريت بالنظام ده فعلا وانا اللي هو بتمتحن مايو واغسطس، مش واخد بالك بقى هنا الفرق كان ايه، انك بتمتحن عشان تعمل تحسين لنا. هو دلوقتي لا، ده هو المفروض المحاوله الثانيه او الامتحان الثاني، يعني مش ملحق، المحاوله الثانيه كل الطلبه تدخلوها، ده مش هيحصل على الفكره.
طلعوا مش هتقول الوزير والوزاره سكتت قالت لك احنا مش قادرين يقولوا بعد الفشل المتتالي، يعني بلاش كلمه فشل او اقل من الفشل شويه، الثغرات اللي حصلت الكتير دي الوزاره مش قادره تقول للناس انتوا لازم كلكم، ما هو خلاص انت مش هتقول لي اخش امتحانين، انا هقول لحضرتك مش هدخل التاني، يعني هو خلاص انا نجحت مش داخل. بلغة النجاح والسقوط، وزارة التعليم رسبت في أول اختبار ليها في أولى ثانوي، فهل المفروض إن الطلبة السنة دي يدخلوا تانية ثانوي يبقوا في ثانوية عامة ويطبق عليهم نظام التابلت، ولا أنا أتراجع؟ وهل القرار هو قرار وزير التربية والتعليم ولا هو قرار سيادي أكبر من وزير التربية والتعليم؟ هو حقيقة الأمر المفروض الثانوية عامة دي يعني ده أمن يعني قومي، يعني مش المفروض إن هذا الموضوع يحظى باهتمام من الدولة. هو بيحظى باهتمام من الدولة للأمانة، لا بحث النقاط اللي حضرتك أشرت لها طبعا بمنتهى الصراحة والوضوح، وأنا بأشيد بتعاملك مع الموضوع بالشكل ده، لأن دي ممكن تؤدي إلى مشكلة جامدة جدا، وتؤدي إلى حالة اضطراب داخل المجتمع، ومجتمع بينهض وعايز يتقدم لقدام وبيتحمل أعباء الإصلاح الاقتصادي طبعا. يعني إحنا لازم نبص للناس برضو، الناس بتحمل أعباء الاقتصادي وعايز تعلم أولادها بس مش عايز أكتر من كده، طب وفر له حتى يعني وسائل لأداء الامتحان بشكل كويس، هو هيتحمل أعباء وهيدفع فاتورة الإصلاح الاقتصادي بس اديله تعليم بقى كويس طبعا. يعني إحنا معانا تليفون لحضرتك، معانا أستاذ باسم وعنده تجربة لابنه في أولى ثانوي هيحكي لنا عنها. أستاذ باسم اتفضل. شكرا بيش يا أستاذ. وبالنسبة للتجربة احنا كنا مقتنعين تماما بفكرة التابلت وفكرة النظام السيستم الموجود، تمام، لكن فوجئنا ان حصل مشاكل في الامتحانات نتيجة توقف السيستم اكتر من مرة، تمام، نتيجة ان الاقلام اللي بيستخدموها الولاد ما بتشتغلش معاهم، نتيجة ان المدرسة برضو ما اهتمتش وما عملتش محاضر لما السيستم وقف، الولاد من المتفوقين، انا فوجئت ان في عدد كبير جدا، يعني لما يكون الدفعه 147 طالب وينزل منهم 60 طالب يعملوا اعاده في بعض المواد، منها مواد يعني بنتي شاطره جدا فيها التاريخ والجغرافيا مثلا، تمام، حاجه ما كناش متوقعينها. يعني بنتك اوريدي شاطره يعني في اعدادي كانت بتجيب درجات كبيره وكده في واغلبيه الولاد اللي هم نجحوا في المواد متفوقين، تمام، فاحنا مش عايزين تفكير، قدمنا تظلمات ومنتظرين حد يفصل لنا. طب انت قلقان ليه يا استاذ باسم؟ استاذ باسم انت قلقان ليه وقدمت تظلم ليه مع ان كده كده بنتك هتنجح ومفيش صوت خالص السنه دي؟ ما حدش قال، وما هو ده الكلام لا وزير التربيه والتعليم قال طبعا ده الكلام اللي اتقال الاول، ان كل الولاد تجربه والتجربه يعني ما فيش فيها اي حد هيتخلف، لكن فوجئنا ان الموقف دلوقتي بقى فيه نوع من انواع التمييز، وحتى لو كان بيقولوا هيتعذروا لك الحاله النفسيه لطالب متفوق يحس ان هو رقم، تمام، مش بتدمره. تمام، انا بشكرك يا استاذ باسم، مفهوم وجهه نظر حضرتك وبشكرك على الكلام اللي قلته لنا. شفت بقى حضرتك يعني شوف ولي الامر بيقول ايه، بيقول لك انت طالب متفوق الحاله النفسيه بالظبط كده. لا مش الحاله النفسيه، لا هو عايز يقول لك متفوقه وبتطلع من الاوائل نجحت، ما يهمنيش ان انا نجح، يقول لها عملت ايه تقول لهم معلش اصل انا سقطت في الماده وراح اعيدها بالظبط كده، وما يهمنيش ان انت تقول لي ان هو نجح في الاخر، وبعدين يا استاذ احنا بنقول ان النتيجه تبقى 100 هتبقى 100% ده توقع طبعا وهيحصل. لا هو وزير التربيه والتعليم قال كده وقال ما فيش، ما هو ده وانا اقول لحضرتك انه لا يصح ابدا، انا سمعتها يعني تمام يا فندم، لا يصح ان المسؤول الاول عن التعليم في مصر يقول يعني كلام بمنتهى السيوله، يعني كلام بمنتهى السيوله، مفيش حد ساقط ومفيش حد نجح، لا ده انت ده تملك للراي العام، الراي العام يرفضه، يعني يقول لك وانت بتقعد سقط لي باتوا تنجحه، وانت نجحه وهو مش متعلم، بس ولي الامر ده قال على المحاضر، عارف بقى المحاضر دي كانت بتعمل ازاي؟ يجي طالب فتح كان الامتحان بيتعمل فتحت السيستم خلاص هتعمله تابلت الكتروني، يعني ما تفتحش معاك من الاول هتعمله ورقي، فتح
وبدات الامتحان بعد نص ساعه السيستم قطع. السيستم وقع. بيقوم عاملين محضر بيه. او البطاريه فصلت. اي حاجه. انت بقى حضرتك ما عملتش الامتحان، ما كملتش الامتحان. طب انا ساقط كده. كويس؟ فبيعملوا له محضر اثبات حاله في المدرسه وبيبعتوه الاداره التعليميه. يا نهار ابيض. تطلع النتيجه دلوقتي ده ايه؟ ده ساقط في الماده دي. طب يعملوا له ايه دلوقتي؟ المفروض شوف بس شوف المشاكل التفصيليه. المفروض ده في لما السيستم كان يتم حل اونلاين على طول، يعني امتحنوا تاني، امتحنوا بكره، امتحنوا بعدها بيومين، امتحنوا بعدها بساعه، خلصوا. لا سابوه. ما دام بنتكلم في سيستم الكتروني يبقى سيستم ذكي وسريع ويلبي الاحتياجات بسرعه. لا اتعمل محضر اداري وحفظناه في الورق. الطالب ده ساقط دلوقتي، ساقط في الماده دي. يعني اللي هو اتعمل له محضر وما كملش الامتحان ساقط. الأدهى بقى عشان ولي الأمر ده اطمئن شوية، طلع التعليمات من الوزارة، الطلبة دول هيقدموا تظلمات، يقول له أنا 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 ما كملتش الامتحان واتعمل لي محضر، المفروض يعملوا امتحان تاني. طلع التعليمات يعني كده تليفونية، نجحوهم، اكتبوا لهم نجاح. هل ده تبقى المؤسسة التعليمية تدار بالشكل ده؟ هل المؤسسة التعليمية الناس تدار؟ مش الأسر مش قابلة، هي مش نجحوه، هي ريحوه يعني. رايح دماغك ونجحه وخلاص. فزي ما بتقول حضرتك في الاول، الاسر مش قابله حتى الكلام ده، مش قابله ان انت، انا مش قابل ان انت تنجح ابني وهو ما يستاهلش ينجح. بالزبط. مش قابل ان انت، هو ابني متفوق بتملي بيجيب 99% وانت جاي بتقول له انت جايب 40% وهنجحك. بالظبط بالظبط. تمام. طب هي برضو ما فيش اخبار موجوده او اخبار مؤكده بتقول ان تانية ثانوي الناس هتعمل ايه؟ ولا خلاص ده امر واقع ان خلاص الشباب اللي بيشوفونا دلوقتي رايحين تانية ثانوي، او الاهالي اللي بيشوفونا دلوقتي ابنهم او بنتهم السنه الجايه لازم يمتحن بالتابلت، وده يتحدد عليه درجات اللي هتدخله الجامعه او لا؟ يعني احنا ما نقدرش يعني نتوقع ايه اللي هيحصل، ولكن الوزير في ضوء التصريحات اللي هو بيقالها او بيقولها دايما ان هو ما رضيش يعمل امتحان المحاوله الثانيه اللي هي في 14 مايو، ما رضيش يعملها الكتروني عشان خاطر يوفر. يعني تخيل وزير ما عملش الكتروني ليه؟ قال لك اصل في طلبه، في بنيه اساسيه ما دخلتش المدارس، وفي نوعيات مختلفه. طب انت ما انت عارف اهو ما انت عارف ان العمليه مش جاهزه، فقال لك انا هوفر، يعني بما معناه يعني هيوفر المجهود لاستكمال النواقص دي كلها، فعشان كده هيعملوا ده تبرير. في قرى في الصعيد وفي الواحات وحاجات كده من بابها القريه عندها مشكله في الانترنت. طبعا طبعا. وعندها مشكله في الاتصالات. بالظبط. فانت زي بتقول لي طب كله هيبقى زي بعضه، طب يعني القاهره واسكندريه ربما الامور تظبط، طب وبقيه المحافظات هيبقى فيها مشاكل اكيد. وبعدين هتبقى مشاكل مزمنه، مع انك انت بقى بتقول له ده المجموع ده هيتحسب يعني السنه الجايه، يعني ثانيه ثانوي هيتحسب مجموع تراكمي في الثانويه العامه، هتبقى ازمه يعني. النهارده الاسره اللي غضبانه بكره مش هتبقى غضبانه، هتبقى يعني هتبقى بركان نار. هتبقى في حاله يعني كده، يعني انت بتتلاعب ومستقبل. وبعدين في مسألة التعليم، ليه ولي الأمر برضو للتوضيح عايز تعليم جيد لأولاده؟ مش عشان يعني، ما هو عشان خاطر دلوقتي الدولة انسحبت من توفير فرص العمل. أي. فهو عايز ابنه يكتسب مهارات وقدرات لما يطلع يتخرج يعرف يقرا ويكتب ويلاقي شغل، يعني حد هيشغله. ما انت سبتني انا اللي اشتغل، انا اللي ادور على شغل بنفسي. صحيح. طب علمني، طيب علمني بس وسيبني انا هعتمد على نفسي، مش كده؟ فده عشان كده تمسك الناس بان اولادهم يتعلموا تعليم مناسب. تمام. طب ليه ما كانش يتم اللجوء ان يتم يعني موضوع التابلت والحاجات دي كلها تبتدي من سن صغير، يعني والطفل يطلع على الاقل متشرب المساله دي؟ هو دي فعلا يعني ليه السرعه؟ ليه التسرع مش السرعه كمان؟ ما هو بالظبط كده، ده اللي حصل، تسرع وليس سرعه. التسرع في التطبيق انا قلت عشان خاطر الضغوط اللي حصلت والتسريب وكده، ولكن ده فعلا كان ينبغي عليه التروي وخطوه خطوه، ونبدا من الاجيال من كي جي 1 ونتصعب الموضوع لحد ما نوصل للثانويه العامه. لكن احنا كنا بنبحث دائما عن الحلول السريعه التي تاتي غالبا بنتائج عكسيه. وانا اعتقد انه يعني المسؤولين في الدوله او كبار المسؤولين في الدوله لن يصمتوا على وزير التعليم اكتر من كده. يعني لو حصل حاجه تاني في السيستم او حصلت اي مشاكل تانية، هو كان يعني مش يعني
طالب البعض في الأزمة الأولانية باستقالة الوزير، ورئيس الوزراء التقى به، وفيما يبدو أنه تم تسوية بشكل ما أو وعود بشكل ما أنه سيتم حل. خلاص ده كانت في أخبار كثيرة وجرايد بتقول تم إقالة الوزير، لكن بالفعل تم احتواء بالضبط تم في وقتها. وعايزين برضه عشان ما يعني ما نبخس حق حد، دكتور طارق شوقي ده عالم، راجل مستنير وراجل محترم، والحقيقة لما جه حتى وزارة التعليم كان كلنا متفائلين خير، بس زي ما اتفقنا خير وزي ما أشدنا وزي ما قلنا وزي لازم لما يبقى فيه نقط ضعف ويبقى فيه مشكلة لازم كمان نقول. طبعا نتكلم على الوزير التربية والتعليم دكتور طارق شوقي، احنا لا نستهدف شخصه اطلاقا طبعا، ولكن هو يشغل وظيفة عامة ومعرض زي ما حضرتك بتقول كده معرض، ولكن الدكتور طارق عالم فعلا في مجاله وتخصصه، وانا من خلال الناس اللي هم في قلب ديوان الوزارة العاملين معاه بيشيدوا باحترامه شخصه بقدراته التربوية. طيب. ولكن انت في بصدد منصب سياسي بصدد إدارة لا ووزارة ايه متعلقة بكل أسرة في مصر وبيروقراطية وفيها وفيها مراكز قوة وفيها عاجل كل عاجل حضرتك بتكلم عن الوزارة، لكن معايا تليفونات لحضرتك ومستنين رأيكم ومستنين خبراتكم الشخصية في موضوع أولى ثانوي ده بالذات. يعني معايا بشوي من بشوي من بني سويف، هو في اولى ثانوي. اهلا يا بشوي. اهلا وسهلا، اتفضل. اسحاق معاك، اتفضل. الو، قول يا بشوي، عايز تقول ايه يا حبيبي؟ انا بتكلم بس يعني معلش انا اول مره اتكلم في التلفزيون ومعلش يعني لو يعني قاطعت شويه في الكلام، بس انا واحد في اولى ثانوي يعني جربت التابلت، يعني كان يعني التابلت كان يعني نظام مش يعني مش محبوب من التلاميذ. انا كنت احسن الامتحانات يعني في كده في الاكواد يعني كودي زي كود واحد صاحبي. كان الامتحانات بتاعتنا كانت زي بعض يعني كانت زي بعض بالظبط. انا شلت مواد وهو ما شالش، طب ازاي يعني مع ان امتحاناتنا كانت زي بعض واحنا اتنين كنا قاعدين جنب بعض في التخته. يا بشوي انت امتحنت امتحنت بنظام التابلت صح؟ افضل التابلت ولا الورق؟ لا التابلت. هو كان في اول ماده كانت العربي قالنا السيستم واقع وكده فامتحنا ورقي، بعد ما امتحنا ورقي زي ما قلنا لا السيستم رجع ومش عارف ايه وكده فامتحنا تاني تابلت. تمام، يعني نظام التابلت انت شايفه حلو، بس هي المشكله في موضوع السيستم واقع والسيستم مش واقع صح؟ لا هو مش مفيش علاقه بالسيستم، بس هو نظام انا جديد انا مش شايفه، انا عن نفسي انا مش شايفه حلو، ممكن السيستم يكون شايفاه حلو. يعني انت شايف ان التابلت ده حاجه مش كويسه؟ حاجه مش كويسه جدا يعني انا اول مره اشيل يعني اشيل بسبب التابلت لان عملت تظلمات وكده بس ما جابتش معايا نتيجه. يا بيشو يا بشوي ابعد شويه بس عن التليفون كده عشان الصوت اسمعك كويس، وقول لي بقى هو انت السنه الجايه انت هتبقى في ثانيه ثانوي ان شاء الله، انت قلقان؟ ان شاء الله قلقان؟ اكيد يعني انا بنظام جديد بيقول لك سنه ثانيه هتبقى مع سنه ثالثه. أيوة. لو يعني لو خسعت ده مش هتعرف تجيب في ده، فيعني اكيد هيبقى في مشاكل وكده. تمام اشكرك جدا يا بيشو، ربنا معاك يا حبيبي. هو يعني الطلبة قلقانين يعني هو خايفين كمان من السنة اللي جاية. تتلمح من كلام التلميذة ان هم طبعا يعني دي وسيلة كويسة التكنولوجيا بتسهل ولكن هو حاسس ان دي سببت له مشاكل وسببت له ازمات فيقول لك لا انت ديته، مع انه هو تلاقيه طبعا طول النهار قاعد على النت وقاعد كذا وماسك الموبايل. لكن انا حليت امتحان وانا قاعد جنب واحد صاحبي وحلينا نفس الاجابات وهو جاب درجه وده جاب درجه يعني درجه مختلفه. فبرضه من يعني اكيد نظام فيه مشاكل يعني كتير، اكيد فيه مشاكل واكيد هو برضه صاحبه حل حاجه من وراه يعني ولا حاجه مش مشكله. تمام. طب انا هقول لحضرتك يا استاذ سامي، هو احنا التجربه دي هل احنا متفردين بيها ولا هي دي استيراد يعني احنا استوردنا تجربه وبنطبقها؟ التجربة دي تم تطبيقها في الكويت وتم التراجع عنها نتيجة المشاكل التقنية العديدة. تمام. هذا الموضوع ليس منتشر بالشكل الكافي، هي مصر عملت الموضوع ده عشان خاطر مسألة التسريب، هم ما قدروش يواجهوا تسريب الامتحانات، الناس كانت في المطبعة السرية بتطلع الامتحان قبل ما يتوزع يعني الساعة 6 الصبح الورق بيطلع من كنترول الساعة 5. ما ده نوع من الفساد طبعاً صعب جدا يعني. هو كان بسبب فساد وبسبب توجهات لبعض العاملين في الوزارة
وبعدين الوزير بيهدي يعني يقول لك العاملين الوزاره دي اكتر وزاره بيطلع منها فيها عليها شائعات، احنا طبعا مش هنرد على الشائعات. يعني ايه هو ينفع يتعامل مع استاذ مع الراي العام كده؟ اذا كان طبعا مجلس الوزراء بيطلع كل اسبوع تقرير اسبوعي حوالين شائعات في بعض الوزارات اللي هي الخدميه دي اللي مع المواطن بشكل مستمر، منها وزاره التربيه والتعليم هي الاهم والاكبر، تيجي بعد كده وزاره التموين، تيجي بعد ده لا يجب ان يرد على الشائعات او البوابه. هي اكتر الوزير بيقول ان دي اكتر وزاره بيطلع عليها شائعات، طبعا دي نتيجه فقدان الثقه في الاداء، فبيطلع شائعات كده. كل ما يبقى فيه ثغرات كتير كل ما يبقى فيه شائعات اكتر. هو بيقول انا مش هنرد بقى على حاجه، لا ترد. مجلس الوزراء بيرد على الشائعات في تقرير اسبوعي كل اسبوع لكل قطاعات الدوله يعني. والاكتر من كده انه الوزاره بيقولوا اللي عاجبه يشتغل، يعني اسلوب لا يتناسب مع مؤسسات الدوله. يقول لك يعني بالنسبه للعاملين في الوزاره اللي هم بيطلعوا شائعات، اللي عاجبه يشتغل اللي مش عاجبه يشتغل يسيبها. ده اسلوب تكلم بيه العاملين اللي هم الجنود بتوعك في الميدان اللي انت بتخوض بيهم المعركه، تقول اللي عاجبه يشتغل. بس يعني كتير من سنين فاتت والكلام كتير عن وفساد كتير داخل وزارة التربية والتعليم، يعني الحق يقال يعني، فهل ده لازال موجود ولا فعلا تم؟ أيوة، ما هو معالج بقى الأوجه الكسور أو الفساد. أنا قلت لحضرتك مراكز القوة اللي هي داخل الوزارة، ما هو معالجتها، ما هو ده مش أسلوب المؤسسي اللي عاجبه عاجبه واللي مش عاجبه يمشي. لا، حاسبه يعني اللي هي القواعد المحاسبة الشفافية الأول، في شفافية وبعدين في محاسبة. فأنا حاسب وطبق القانون، والمخطئ أو فاسد أستأصله فورا. ولكن مش بطريقة اللي مش عاجبه يمشي. ده عارف اللي بيقول الكلام ده أو الكلام ده ما يتقال ويطلع من الوزارة، على فكرة مش اللي بيقوله، اللي بيطلع الكلام ده من الوزارة ده معناه أنه عجز طبعا. واللي مش عاجبه يسيبها، اللي مش عاجبه شاكل فين؟ ده مش شايف مؤسسة من مؤسسات الدولة، ومؤسسة تتعامل مع حوالي 21 مليون طالب، 1.5 مليون معلم، يعني أكبر جهاز خدمي في الدولة. يعني ما فيش أسرة في مصر ما بتتعاملش مع وزارة التربية والتعليم. يبقى أنت لازم ترد على ما يصار من أقاويل أو شائعات. يجب أن تحترم العاملين في الوزارة، يجب أن تقدر وتبحث عن حقوقهم الضائعة. اللي يغلب بقى زي ما ولا في فساد ولا كذا، يكون في إجراءات رادعة معه. تمام. احنا عمالين نتكلم عن الطالب وبرضه في عنصر مهم القينا الضوء عنه بس مش بشكل كويس، فكره المدرس ده عنصر مهم جدا في العمليه التعليميه. هل مع تطوير العمليه التعليميه بهذا الشكل والتابلت والتكنولوجيا بتاع، هل فكره تطوير المعلم او فكره استيعاب المعلم هي تقتصر فقط على ان هو ياخد كورس لمده 7 أيام في الصيف، ولا الموضوع بيتم ازاي؟ المفروض ان في دورات تدريبيه بتدريب المعلمين، ولكن دي دورات محدوده، ويجب ان يكون هناك خطه شامله لتدريب المعلمين بشكل كافي على النظام الجديد. يعني اللي حاصل في الميدان ان المعلمين لم يتم تدريبهم على النظام، مش عارفين اصلا. يعني بنقابل احنا ناس هو مش عارف ومحدش قال له، تلاقي مثلا مديره او رئيسه برضه مش عارف، لان السن طبعا يعني حتى المدير او في المستويات الوظيفيه الاعلى بيبقى اكبر سنا، فبيبقى اقل استيعابا للتكنولوجيا اللي حاصله. فانت عايز تغير البيئه الثقافيه او البيئه اللي هي موجوده كمان في المدارس، وده بيستغرق وقت. وبعدين ليه طب ما احنا مشروع التامين الصحي الجديد الدوله بدات تطبيقه في 1/7، ما هي بدات ببورسعيد. احنا كنا ممكن نبدا الموضوع ده تجريبي، بعدين عندنا تجريبي في محافظة واحدة مثلا. عندنا حاجة غريبة جدا، يعني المعلم أو المدرس لازال في المدرسة الحكومة بيكتب بالتباشيرة على السبورة يعني، وأنا كطالب بتعامل بالتكنولوجيا من خلال الأيباد ولا التابلت اللي معايا. طب المفروض لو أنا بتعامل بالتابلت يبقى على الأقل عندي سمارت بورد اللي هي السبورة الذكية دي اللي هي بالتاتش ويطلع منها فيديوهات ويشوف. فيبدو ان في حاجة ناقصة، يعني في حاجة مش مكملة لبعضها. التباشيرة يعني ما اقدرش اقول لك انها مش موجودة، ممكن تكون موجودة في الكرة والنجوم، ولكن السبورة التفاعلية والسمارت دخلوا مدارس ولكن لا يستخدموا. مدارس الحكومة فيها سمارت بورد. ايوه دخلوا، ما هو دخل. ايوه عشان خاطر السبورة التفاعلية دي
اللي هو بيبقى مربوطة بأجهزة التابلت، والطالب كمان الحضور والانصراف بتاعه بتسجل في الوزارة يعني. تمام. ما هو تفاعلية ومربوطة بالتابلت، والسمارت بيشرح له بروجيكتور وكده، دخلت المدارس ولكن لم يتم تفعيلها بشكل كامل لأن ما هو الأجهزة نايمة. التابلت التابلت نايم يعني، التابلت يصحى. لكن في اعتمادات مالية، بص يا من هتهيالي السنه دي اكبر ميزانيه لوزاره التربيه والتعليم ووزاره الصحه، اكبر ميزانيه في تاريخ مصر في انفاق. لا هو طبعا هي ميزانيه، بس اغلب بنود الميزانيه بتروح للاجور، الاجور يعني حوالي 99 مليار مثلا اجور. لا انا بتكلم كميزانيه وزاره التربيه والتعليم، اعلى نسبه السنه دي، اعلى رقم زادت زي طبعا وزاره الصحه كانت اعلى رقم السنه دي برضو. بالنسبه للسنين اللي قبل كده انا بتكلم مقارنه بالسنين مقارنة اللي فاتت كلها قبل كده. والوزير لما قال مش هنكمل ولازم تزودوا لنا الفلوس وكذا، ومحتاج الاعتمادات الماليه ديت يعني. فطبعا الانفاق على لا صرفوا كتير، صرفوا على اجهزه التابلت للطلاب، وصرفوا على السمار الشاشه التفاعليه والسمارت، صرفوا مليارات. يعني بالعكس لا يعني احنا انفاق عالي جدا، الرقابه الاداريه تشوف الموضوع ده بقى، تشوفوا يعني الانفاق ده جاب عائد ولا ما جابش عائد. انا بنتمنى يبقى في حل عشان خاطر الاسر وعشان خاطر الناس مشاكلها كتيره، فمش ناقصه يبقى التعليم. مشكله كبيره كمان في داخل البيوت زي ما حضرتك قلت لنا، في مشاكل اقتصاديه وفي فالاسر مش ناقصه الحقيقه. انا بشكر حضرتك جدا، ويا رب المره الجايه نقابل حضرتك يبقى عندنا يعني نقول كل المشاكل اتحلت وكله تمام والطلبه فرحانين. نتمنى يعني ان شاء الله. هو الكلام ده كمان يعني بيبقى جرس انذار مبكر. تمام. لمصلحه مصر طبعا ومصلحه الطلاب. تمام. انا بشكرك جدا استاذ سامي فهمي، رئيس قسم التعليم ونائب رئيس تحرير جريده الاهالي، نورتنا يا فندم. شكرا. صباح النور. اشكرك. بشكركم مشاهدينا على متابعتكم لينا النهاردة في حلقتنا في صباح النور، ونشوفكم الأسبوع اللي جاي إن شاء الله، وحلقة جديدة ويوم جديد. وصباح النور.